شهدت المنطقة الصناعية بالبليدة حملة تنظيف واسعة هذا السبت بغرض استرجاع الوجه الحقيقي للبليدة المعروفة بمدينة الورود، مبادرة استجاب لها المواطنون بمختلف الشرائح. جينا اليوم باش نقدموا اليد المعاونة، وإن شاء الله ما تكونش هذه آخر مرة. البليدة مدينة الورود ومعروفة بمدينة الورود، إذا نخلوها وردة. هي وسائر جميع بلديات الولاية. الزبل هذا حاشاك كلانا في البلاد، احنا هما المزبلين، وين جانا نرمو وين جانا كذا، نجوزوا على الطريق رمي صاشي رمي كذا، ما فيهاش. والناس يلزم يكونوا واعيين ويجندوا ويخدموا عليها، هذه بلادنا. تخص انه نربوا ولادنا على النظافة، كل واحد راه مسؤول. اللافت للانتباه في هذه الحملة الحضور المكثف لممثلي المجتمع المدني. هذا اليوم اللي بإذن الله سيكون بادرة خير على مدينة الورود، مدينة البليدة، وسيعود لها الطابع الجمالي، طابع النظافة. نقول إن شاء الله تكون مشي غير اليوم، تكون إن شاء الله شاك ويكند، كل سبت إن شاء الله تكون هذه التظاهرة. فم السيارات يرمي قمامه يرمي لي قبلي تاعو ساس في با، حنا رانا نربي في الاجيال ماشي نربيو الكبار. درنا يوم لنظافه على مساوله البليده وجدنا كل الطاقات نتاع الاطارات نتاع الجمعيات. مشاركه منتدى الصناعيين بالولايه يعني تقاسم المسؤوليه مع باقي فئات المجتمع لحمايه البيئه. يعني البيل تاعنا الحق ولاو يعني توسخوا بزاف، هنايا ثاني كيف كيف زاندوسيا دو بليده، دونك ونا ونا ايموبيليزي براتيكمون بريس دو il y a à peu près 400 personnes qui sont là pour essayer parce que là on se sent responsable. مديرية الشباب والرياضة واعية بصعوبة المهمة وترى في هذه المبادرة فرصة للتحسيس والتوعية. اصبح يعني كعادة اللي تتكرر، لان لاحظنا باللي فيه يعني اقبال وفيه رد ايجابي من طرف المواطنين او الشبيبة كلهم. وفي انتظار أن تعمم هذه العملية تبقى المبادرة الفردية غير كافية.